معي الآن ابتداء من السؤال 21 لغاية السؤال 26 واللي بنحكي فيه. طبعا التكامل المائي بشكل مباشر بدي أروح أفصله لجزئين، هذا جزء وهذا جزء، تمام؟ طيب نيجي على الجزء الأولاني ويساوي تكامل. لاحظ هون زي كأنه كان مذكور عندي واحد ناقص كوساين وأنا راح ضربت بالمرافق اللي هو السؤال كان بالحصة السابقة، فأنا هون مريحني وضارب المرافق وجاهز ومعطيني الساين تربيع. إذا أنا شو ضل علي؟ بوزع البسط على المقام، يعني صارت واحد على ساين تربيع، واحد على ساين تربيع الإكس زائد كوساين الإكس على ساين تربيع، وساين تربيع بالمقام بقدر إني أكتبها ساين إكس في ساين إكس. طيب زائد الآن عندي هون ساين تربيع الإكس في كوسيكن تربيع الإكس، هاي عبارة عن ساين تربيع الإكس في الكوسيكن اللي هي عبارة عن واحد على ساين الإكس، تمام؟ وتساوي تكامل واحد على ساين تربيع، رائعة جدا، ارفع أو اللي هي واحد على ساين كوسيكن لكل تربيع، فصارت كوسيكن تربيع الإكس زائد كوساين على ساين هي كوتان، وظل عندي واحد على ساين اللي هي كوسيكند زائد. الآن التربيع راحت مع ساين الإكس، شو ظل عندي؟ ساين الإكس. شو ظل بالسؤال؟ فرض الله يعطيه العافية، وتساوي الكوسيكند تربيع هي ناقص كوتان الإكس، كوتان كوسيكند هي ناقص كوسيكند الإكس، وعندي هنا زائد ساين هي عبارة عن ناقص كوساين إكس زائد ثابت التكامل سي. نيجي الآن على السؤال رقم 22، حكينا عنه في أكثر من مرة في الأسئلة السابقة في الحصة الماضية. كانت عندي أنه اقتران مش خطي مرفوع لقوة، إذا كانت تربيعية أفضل حل لك روح فك التربيع. إذا صارت عندي هون عبارة عن تكامل، فك التربيع هي الأول تربيع يعني سيكن تربيع الإكس زائد اثنين في الأول في الثاني يعني اثنين في سيكن الإكس في تان الإكس زائد تان تربيع للإكس، وهي تان تربيع للإكس كاملة دي إكس. هسا حبايبي إذا بتلاحظوا أن سيكن تربيع تكاملها جاهز واللي هو تان، سيكند تان تكاملها جاهز واللي هو سيكند، صفت عندي المشكلة بتان تربيع. تان تربيع احنا حكينا مسبقا انه بنستخدم لها متطابقة، متطابقتها هي عبارة عن سيكند تربيع الاكس ناقص واحد، تمام. الان عندي هون سيكند تربيع وعندي هون سيكند تربيع، سيكند تربيع زائد سيكند تربيع اثنين سيكند تربيع زائد اثنين في سيكند اكس تان اكس، وهون ضل عندي ناقص واحد. الان الله يعطيك العافيه كامل، اثنين في تكامل سيكند تربيع الاكس هي عباره عن تان الاكس زائد اثنين في تكامل سيكند تان هي عباره عن سيكند اكس ناقص تكامل الواحد هي عبارة عن X زائد ثابت التكامل C. واضح الأمور؟ طيب نيجي الآن على سؤال رقم 23، سؤال واضح وضوح الشمس، بسط على مقام، هل البسط مشتقة المقام ولا لا؟ خلونا نمسك المقام على جانب ونشوف، اللي هو E قوة X زائد E قوة ناقص X. الآن اللي بدي إياه منكم أنكم تروحوا تشتقوا المقام، مشتقة المقام E قوة X زائد مشتقة القوة اللي هي ناقص اي قوة ناقص اكس، يعني اصبحت اي قوة اكس ناقص اي قوة ناقص اكس. هاي مشتقة المقام، هل هي نفسها نفسها البسط؟ راح نلاحظ انه البسط هو مشتقة المقام، اذا الجواب لن مطلق المقام واللي هو اي قوة اكس زائد زائد اي قوة ناقص اكس كاملة زائد ثابت التكامل سي. اذا سؤال واضح سهل وبسيط. نيجي على سؤال رقم 24، سؤال من التكاملات المباشرة نفس العملية،
مشتقة المقام 3 إكس تربيع، اللهم ناقصني الثلاث، فشو بعمل أنا؟ بضرب بثلاثة على ثلاث، تمام؟ فشو صارت المسألة؟ وتساوي ثلاثة دخلها لهون صارت ثلاثة إكس تربيع على إكس تكعيب ناقص ثلاث، هي تكاملها، وطلع الثلث لبرا، يعني هاي جبناها لهون وهاي برا التكامل. شو صارت عندي؟ وتساوي البسط أصبح مشتقة المقام، إذن ثلث في لن مطلق المقام واللي هو إكس تكعيب ناقص ثلاث زائد ثابت التكامل سي. واضح؟ نيجي على سؤال 25، سؤال رايق حلو بده شوية تفكير من عند الطب. الآن ظهر عندي حبايبي 9 كوساين تربيع ناقص ساين تربيع ناقص 6 ساين الإكس كوساين الإكس. كيف بدي أتعامل مع هذا السؤال؟ الآن هون بإمكاني أستعمل هون متطابقة، تمام؟ شو هي؟ متطابقة ضعف الزاوية. إذن هاي أمورها منتهية. نيجي لهون متعامل مع كوساين تربيع وساين تربيع، لذلك من الأفضل أني أنا أخليهم واحدة، يا كلهن ساين تربيع يا كلهن كوساين تربيع. واضح؟ نيجي الآن على هاي بالبداية 6 ساين إكس كوساين إكس. هسا احنا بنعرف انه اذا ضربت الساين بالكوساين فبستخدم متطابقة نص ساين ضعف الزاوية. اذا هاي الستة اترك لي اياها مبدئيا، ساين بكوساين هي عبارة عن نص ساين ضعف الزاوية. ستة في نص اصبحت ثلاث ساين اثنين اكس، يعني هاي بامكاني استبدلها بثلاثة ساين اثنين اكس ولا في اي مشكلة، خلصنا منها. خلينا هسه باللي هون باللي هي مين؟ هاي 9 كوساين تربيع ناقص ساين تربيع. هسه الساين تربيع هاي هي عبارة عن ايش؟ عبارة عن 1 ناقص كوساين تربيع. اذا هاي بقدر اني استبدلها ب 1 ناقص كوساين تربيع للاكس. شو صارت عند المسألة؟ وتساوي تكامل هاي 9 كوساين تربيع ناقص 1 دفوت السالب على القوس زائد كوساين تربيع الاكس، وعندي هاي في هون ناقص، شايفين؟ ناقص، بدل هاي كاملة شو نزلنا؟ 3 ساين 2 اكس. طيب لما اجي بجمع حدودي، عندي هون كوساين تربيع وعندي هون 9 كوساين تربيع، جمع لي اياهم مع بعض صارت عبارة عن 10 كوساين تربيع الاكس، وعندي هون ناقص 3 ساين 2 اكس، وعندي هون ناقص 1. هسه هاي وهاي جاهزات، صفت مشكلتي بالكوساين تربيع. الان كده اتصرف معها الكوساين تربيع، بدي اخفضها من اخفض من قوتها. طب شو الاشي اللي بخفض القوة؟ متطابقات المجموعة الثانية واللي هي كوساين 2 اكس. طيب متطابقة كوساين 2 اكس تساوي انا بدي اللي فيها الكوساين تربيع واللي هي 2 كوساين تربيع الاكس ناقص 1. بخلي الكوساين تربيع موضوع للقانون، اصبحت كوساين تربيع الاكس مضروبة ب 2 هي عبارة عن 1 زائد كوساين 2 اكس، يعني اللي مسكته نقلت هاي لهون، اقسم الطرفين على 2 صارت كوساين تربيع الاكس تساوي نص في 1 زائد كوساين 2 اكس. اذا هاي امورها جهزت، صارت تكامل 10 في كوساين تربيع اللي هي نص في 1 زائد كوساين 2 اكس، وعندي هون ناقص 3 ساين 2 اكس، وعندي هون اخر شيء اللي هي ناقص 1. نص ب 10 هذول الثنتين مع بعض 5، يلا كامل. شو صارت تساوي؟ 5 في تكامل الواحد هو اكس زائد
تكامل كوساين 2x هي عبارة عن ساين 2x على 2 ناقص 3 في تكامل الساين ناقص كوساين ناقص مع الناقص اللي برا صارت زائد كوساين 2x على 2 ناقص x زائد ثابت التكامل c. إذن حبايبي المسألة سهلة وبسيطة ما فيها أي شيء. حبيت انك تختصر اكثر او تجمع حدود اكثر، عندك هاي مع هاي 5x وعندك هون ناقص x، 5x ناقص x اصبحت 4x زائد 5 على 2 ساين 2x، 5 على 2 ساين 2x زائد 3 على 2 كوساين 2x زائد ثابت التكامل سي. هاي بالنسبة لحل السؤال، هي أتو قدامنا اللي حاب انه ياخذ له لقطة شاشة هاي حل السؤال قدامك. الآن رح ننتقل بعديها لسؤال 26. سؤال 26 بيحكي لي بده تكامل كوساين قوة 4 من X ناقص ساين تربيع X. لأن هون ما بقدر استخدم متطابقة بشكل مباشر، لكن بقدر اعتبرها شبيه فرق بين مربعين، صح؟ يعني هاي بقدر اني اعتبرها كوساين تربيع الاكس ناقص ساين تربيع الاكس مضروبة في كوساين تربيع الاكس زائد ساين تربيع الاكس. الآن كوساين تربيع الإكس ناقص ساين تربيع الإكس واللي هي عبارة عن إيش؟ عن كوساين 2 إكس متطابقة مضروبة في كوساين تربيع في ساين تربيع جوابها واحد. إذن الآن نظل كل اللي عليك بدك تعمله بدك تقول لي شو تكامل كوساين 2 إكس واللي هو عبارة عن ساين 2 إكس على 2 زائد ثابت التكامل سي. والله يعطيك العافية، سؤال من برا بتحسه بخوف لكن جوابه جدا سهل. بالنسبة للأسئلة من 27 فيما بعد اللي هي التكاملات المحدودة بإذن الله راح تكون الحصة القادمة كاملة عليها. الله يعطيكم ألف عافية يا رب، وبتمنى من الله إن شاء الله تكونوا استفدتوا من هاي الحصة وبرضو شديتوا أكثر على أسئلة الكتاب. نلتقي بإذن الله بالحصة القادمة.